تعالوا بقى نروح لخبر حلو كنا قلنا لحضراتكم جزء منه في حلقتنا امبارح، هنكمل معاكم بقيه بقى الاخبار الحلوه المتعلقه بهذا الملف بشكل عام. منتخب مصر لشباب السلاح بيتربع على عرش افريقيا ب 16 ميداليه في اول يومين فقط لا غير من انطلاق فعاليات هذه البطوله. نجح لعيبه مصر للسلاح تحديدا تحت سن 17 سنه في ان هم يفوزوا بخمس ذهبيات واربع فضيات وسبع برونزيات. كنا اتكلمنا عنهم وقلنا ان هم حققوا 8 ميداليات في اليوم الاول لكن اضافوا 8 تانيين في اليوم اللي بعديه اللي هو كان امبارح تحديدا. البطوله دي طبعا زي ما عرفناكم قبل كده بيتم تنظيمها في مصر في استاد القاهره، ومنتخبنا بيشارك في جميع منافسات هذه البطوله في كل الاسلحه لجميع المراحل العمريه المختلفه. كلام جميل جدا. ومن برضو البطولات المهمة اللي بتستضيفها مصر احنا بنطلع حضراتكم عليها يمكن أسبوع وأسبوع، وبطولة كبيرة جدا بطولة كاس العالم للخماسي الحديث، ده هتكون من 4 لغاية 11 مارس بمشاركة 450 لاعب من 50 دولة، عدد ضخم وعدد كبير جدا وفرصة حلوة جدا للسياحة الرياضية اللي احنا بنتكلم في ملف بتاعها ده بقالنا فترة طويلة جدا. وعلى فكرة دلوقتي في تنسيق بيتم وفي شغل بيتم من وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة علشان يكون فيها كريم يعني زي اسمها ايه تورز وحاجات زي كده بعد انتهاء او رحلات بعد انتهاء البطوله، فده امر جيد جدا ان انت بتبتدي بقى اللي عايز يشارك وتبقى حاجه يعني اختياريه للي عايز من الدول المشاركه، فامر جيد جدا. واعتقد ان هي برضو ان دايركت ماركتنج انت بتعمله للبلد عندك، الناس اوريدي موجوده انت حتى مش بتدفع فلوس عشان ييجوا، هم موجودين صحيح. بس بقى وريهم البلد بمنظور مختلف غير ممكن الناس اللي هي بتسمع عليه. الاتحاد الدولي كمان للخماسي كان اسند لمصر تنظيم هذه البطوله والبطوله الافتتاحيه لسلسله كاس العالم المؤهله لدوره الالعاب الأولمبية باريس 2024، هذا المحفل العالمي الأكبر الرياضي في العالم، ده على مدار 3 سنوات، فأعتقد برضو أمر محترم جدا، بدأ من 22 مرورا بقى ب 23 و24 الجاري. بالمناسبة كمان خليني أقول لحضراتكم سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي بتضم 4 بطولات كأس عالم بالإضافة لبطولة نهائي كأس العالم. طيب حد ممكن يسأل ايه اهميه البطوله؟ لا، هي اهميه البطوله دي ان انت بتجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من اجل بقى حصد هنا نقاط لتحسين التصنيف الاولمبي بتاعك المؤهل لاولمبياد باريس، فلا ملف كبير وبطوله كبيره جدا. وانا متفائله جدا يا كريم لو احنا هنتكلم على اولمبياد باريس بصراحه، لان المشهد قبل الخوض بقى او خوض الاولمبياد ده مختلف عن طوكيو. يعني فترة طوكيو احنا كان عندنا استعدادات قوية جدا ولكن مش كل الاتحادات كان عندها كم الأبطال المشاركين وما كانش عندهم كمان الوفرة في الإعداد، لأنها كانت برضو جاية في فترة صعبة، كانت فترة صعبة على العالم كله يعني. لكن دلوقتي في أريحية، في فترة كانت طويلة وفي منتاليتي مختلفة وفي برضو دخل كان أو يعني بادجت كانت برضو مختلفة وأفضل بالمناسبة، ومصروف على الاتحادات أكتر مكان مصروف وأكتر مكان موجود يعني من وفرة مالية وقت طوكيو، فكل دي أعتقد أمور ممكن بعد كده تفرق في النتائج. أنا أعتقد كده يعني أو المشهد بيقول كده، نتمنى ده يحصل على أرض الواقع فعلا. هكذا نتمنى، لده اللي احنا مستنينه من أبطالنا الحقيقة من خلال مشاركتهم في النسخة دي من الدورة الأولمبية القادمة باريس 2024. تعالوا بقى نروح